كابتن رضا كان معايا دلوقتي، كابتن رضا، وبنتكلم على الفارق ما بين فايلر وكارترون في فكره التجديد، واتكلم ان الخبرات بتاعت كارترون عاليه جدا في الدوري المصري، ان هو كان درب هنا في الدوري المصري وايضا في افريقيا. كارترون لاول مره يبقى متواجد في الدوري المصري، والموضوع ضبابي بالنسبه له. فيعني برضو رايك في ضبابي الجزئيه في دي، ايه؟ انا قصدي على فايلر ان هو، ايوه ضبابي في ايه؟ ما الراجل ماشي في الدوري كويس، ايوه كان ما ماشي هو في الراجل افريقيا كويس ماشي، لا ضبابي في وخد السوبر يعني. النشاط، انه يرجع تاني او ما يرجعش. هو يمكن الراجل كارترون عارف مصر ماشيه ازاي، لانه متدرب قبل كده، افريقيا ماشيه ازاي. يا حبيب قلبي لو جاله عروض هيجري، اسمع اللي انا بقول لك عليه، لو جاله عرض يعني اعلى من نادي الزمالك هيمشي. اي حد، بص دولت الاخضر اللي بيفرق معاه. وفايلر برضو نفس الموضوع. اه طبعا انا قلت برضو مع اسلام المره اللي فاتت، وعلى فكره بدات دلوقتي تسريبات ان كل جمهور الاهلي يقول لك عمل ايه ده، كان ماشي في افريقيا وحش، ده احنا اي احنا كده دوري. ما دي بقى ان جمهور الاهلي ملوش عزيز، ان ده ما الراجل برضو ما بقى. لازم تعرفوا ان الراجل بقاله من يوم كورونا والنادي الاهلي عايز يجدد له وهو مش عايز يجدد، يبقى الموضوع فيه انه يبقى الموضوع على راجل. عكس مستر كارترون، يعني انت بتقول ان كارترون ما عندوش عروض بره فبالتالي جدد، اما فايلر عنده عروض بره فبالتالي طب بيفكر. بالله عليك انت، احنا عمالين ما انا نسمع فايلر جاي له مش عارف منين ومن، تمام، سمعت على كارترون في تقريبا النجم الساحلي في تونس، يا حبيب قلبي؟ ماشي ما النجم انا الساحلي، بسألك. النجم الساحلي اكيد اكيد هيبقى المقابل المادي يا اما زي نادي الزمالك او اقل، عشان كده هو مش هيضحي. وبعدين راجل لسه واخد بطولتين، طب انا امشي وانا نجمي ماشي مع الفرقه دي ولا اقعد بقى؟ وبعدين نادي الزمالك يعني عروض كارتيرون يا كابتن مش موجودة للخارجية، حتى لو فبالتالي موجوده هتبقى قليله، مش هو ماديا. العرض المغري اللي يخليه يمشي. انما لو جاله فبالنسبة له عرض وجوده في نادي الزمالك ده اضمن له واحسن له. وخلاص بقى، ما هو عصفور في اليد غير العشر اللي على الشجره، انما التاني طبعا جاي له 10 على الشجره وفيها اخضر كتير، فلازم يسيبك ويمشي.